السلام عليكم، أحلى مساء من أخوكم نعيم. يا جماعة مساء الورد على الجميع. حاجة مهمة جدا، اتكلمنا عن نوع من المكسرات كذا نوع، وتكلمنا عن عين الجمل الكاجو. الكاجو يا جماعة كاتشو، كلنا عارفين الكاجو. بداية قبل ما اتكلم عنه، طبعا كمية فوائد في الكاجو خيالية رهيبة، ويعني من أعلى المكسرات. أغلب المكسرات فيها نفس الشيء يا جماعة، لكن الكاجو بصراحة قبل ما نتكلم عنه عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا. ما ينفعش يتاكل الكاجو ني، لازم يكون دخل تبخير أو تحميص، لأنه حتى بيباع بدون الغطاء بتاعه. لو تلاحظوا إيه الغطاء، عامل شبه الفلفل الرومي، ما ينفعش يتباع بيه لأن بيبقى فيه مواد ضارة، فلازم يتاكل يكون اتحمص أو اتبخر، ما ينفعش يكون ني. هذه أول حاجة. إيش فوائد الكاجو؟ من أحلى وأطعم المكسرات، فوائد رهيبة وكتيرة جدا يا جماعة. أولا غني بكل العناصر والفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها الجسم، والبروتين والطاقة والأحماض الأمينية والدهون الصحية، يعني كل اللي احنا عايزينه موجود فيه. طيب بالنسبة للقلب وصحة القلب والشرايين والأوعية الدموية، رقم واحد ومفيد جدا للقلب، وبيحسن أداءه وأداء الدم، وبيخفض نسبة الكوليسترول. قبل ما انسى، المرأة الحامل بيوصي جميع الأطباء المرأة الحامل بأكل الكاجو والجنين، لأنه في كل اللي المرأة الحامل محتاجاه والجنين، تحسين الأعصاب ونمو الأطراف وإعطاء للطفل كل الفيتامينات والعناصر اللي محتاجها، وطبعا الأم، فمفيد جدا للمرأة الحامل وللجنين. تقوية العظام، في نسبة عالية جدا من الزنك والنحاس والمغنيسيوم، فبيعمل على تقوية العظام، تقوية المناعة بشكل عام. بنحس بريفريش وان احنا في قمة اليقظة لو تعودنا ان احنا ناكل دايما، يعني حوالي 4-5 حبات في اليوم كمان يكفونا، مش عايزين كتير. رائع للرغبة، زيادة الرغبة عند الزوجين، ممتاز جدا للحياة الزوجية والجنسية، بيظبط الهرمونات سواء للرجل او للست، وبيزود الرغبة، فرائع جدا للرجال والنساء. صحة الفم واللثة، بمضاد للالتهابات والبكتيريا اللي ممكن تنشأ، بيحافظ على المينا وان الاسنان تبقى سليمة وممتازة جدا. بيطرد حصوات المرارة والكلى، بينظف الجسم كله من السموم. الكاجو رائع جدا يا جماعة، فبيخسس اللي وزنه تخين ممكن يخس لانه فيه الياف كتيرة، وبيحسسنا بالشبع. فالقدرات العقلية والذهنية برضو رائع جدا إلها، وبحسس الواحد باليقظة، ولو كللنا شوية بنحس بطاقة وإن إحنا قادرين نشتغل وعنا يقظة. قدرات الدماغ والعقل ممتاز جدا. فالقلب طبعا التحسين الشامل لكل حاجة جمالية في الجسم، الشعر، الجلد، البشرة، بيحسن كل حاجة وبيدي الواحد الإحساس بريفريش كامل للجسم. فالقلب، الدم، العظام، مضاد أكسدة، يعني بيحمي خلايانا من أي مشاكل وسرطانات. خد يا فيروس. الكاجو يا جماعة أنصحكم بيه، كل اللي الجسم عايزه سواء للأعضاء، للبشرة، للناحية الجمالية، للمرأة الحامل، للزوجين والرغبة، يعني إيش إحنا عايزين أكتر من كده. فأنا بنصحكم الكاجو لو 4-5 حبات في اليوم نتناولهم، أو نضيفهم على الأكلات والمخبوزات، أو إن إحنا يعني بيضاف للأكلات أقصد، أو إن إحنا ممكن ناكله ناتس زي المكسرات نضيفه للتسالي والحاجات هذه، هتلاحظوا اختلاف شاسع وغير متوقع وخيالي بصراحة لما نتعود عليه. الأيام اللي باكل فيها مكسرات بحس إن مودي ومزاجي طول اليوم عالي العال، ومفيش أي تعب، وحاسس إنني ريفريش. فالكاجو من أهم الحاجات هذه. فطبعا في حاجات كتير تانية ممكن نتكلم عنها، بس حاولت أجمل لكم أكتر وأشهر حاجة بيفيدنا فيها المكسرات بشكل عام، والكاجو بالذات. طبعا لازم يتاكل محمص، بعيد واقول. احلى مسا من اخوكم نعيم. اهميه تناول الكاجو يوميا، هتحسوا بتغير شاسع في حاجات كتير اللي اتكلمنا عنها. يا رب يكون استفدنا معلومه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. واحلى مسا، وفيروز خلصت الكاجو يا جماعه، اتفضلي. يلا حبيبي، سلام عليكم.